هنتكلم اخر حاجه اخوانا على الاندوسكوبيك مانجمنت في اوبيزيتي ان شاء الله امبريت برضو باذن الله تعالى. هل الدكتور امن بيعمله بالجراحه نقدر نعمله بمنظار ولا لا؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. الاول ليه المنظار؟ انا ليه عايز منظار؟ اول حاجه هو ليس انفيزيف، ما فيش انسجن موجود، ريفرسيبل، اقدر اللي انا عملته ارجع فيه تاني، ريبيتابل، اقدر اعمله مره واثنين وثلاثه، لو كوست نوعا ما. هو المنظار يعتبر البريدج ما بين الميديكال ثيرابي للدكتور خالد والدكتور امن نبهونا عليه وما بين السيرجيكال انترفينشن للدكتور ايمن كلمنا عليه. اخر حاجه هو يعتبر المينيس تول دلوقتي اللي بشتغل بيها في البوست بارياتريك كومبليكيشن. طب ايه تولز؟ انا عندي ثلاث حاجات زي الجراحه بالظبط، عندي الانتراجاستريك بالونز وعندي التيشو ايبوزيشن تكنيكس وبرضه عندي دايفرجن نفس اللي الدكتور ايمن بيعمله برضه. الانتراجاستريك بالونز هم انواع كتير جدا، الاوروبيرا اول حاجه اخترعوها ودي امريكان، الريشيب دي ودول بالونتين متصلين بفريم، وعندنا السباتس ادجستبل بالون، وعندنا الموضه الجديده اللي كله بيتكلم عنها اللي هي البالونه الذكيه او بيسموها اوبالون جاس فيلد بالون، العيان بيبلعها وبتتملى بانفليتور كده توصل لليميت 450 ل 500 وبعدين هي بيحصل لها ديجراديشن من غير منظار خالص، وهنعرف برضو ان لها مشاكل شويه. اخر حاجه خالص الاليبس فلويد فيلد بالون، برضو بالونه العيان بيبلعها وبيملاها عن طريق كونكتور كده ل 450 ل 500 سنتي برضو. طيب واخر حاجه خالص ترانس بايلوريك شاتل، ده عباره عن بالونه كده شويه من الديستال اند ورفيعه من البروكسيمال اند من الديستال اند بتاعها وبتعمل سام سورت اوف جاستريك اوتلت اوبستراكشن، بتتحرك بتروح وتيجي مع الفيدنج وبتدي احساس عالي بالستايت. طيب ايه الانديكيشن بتاعنا؟ بصراحه الجاستريك بالونز ما تنفعش مع الموربيد اوبيزيتي خالص، هي في كلاس 1 اوبيزيتي لغايه 35. طيب الكونترا انديكيشن ما ينفعش عيان يركب جاستريك بالون من غير ما يعمل دايجنوستيك ابر جي اي. لو العين عنده لارج سلايدنج هيتس هيرنيا وده شفناها قبل كده بتحصل اب وورد انفليشن للبالون وبتعمل ممكن تعمل ميكوزال السريشن ومؤذيه جدا للمريض يعني. لو العيان عمل قبل كده عمليات سليف او اي جاستريك اوبريشن قبل كده ما ينفعش يعمل جاستريك بالون. طب هي بتشتغل ازاي؟ برضه فوليوم ريستريكشن. الافيكاسي بتاعتها بيقولوا ان هي ممكن تنزل 25% في اكسس بودي ويت بعد سنه من شيلها. ده انواع البالون زي ما اتفقنا عليها. هل هي مالهاش كومبليكيشن؟ اي حد راكب جاستريك بالون يقول لحضرتك ان العيان بيجي لك بعد يوم او اثنين بسيفير اجونايزنج ابدومينال بين وكلهم بيجوا لك يقول لك شيل البالون دلوقتي حالا انا مش قادر استحمل. يعني كله بيقول الكلام ده لانها بتبقى فيري بينفول، العيان بيخش في سيفير نوزيا اند فوميتنج وكوليك ابدومينال بين، الاستومك بتحاول تطرد البالونه وده بينتهي تقريبا في اليوم الثالث للرابع بعد شيل البالونه. طيب البالونه وقلنا بتنفع في المايل تو مودريت. طب السيفير او الموربيد اوبيزيتي ينفع معاهم حاجه اندوسكوبيك؟ اه. دلوقتي في الكلام كله على الاندوسكوبيك سليف جاستروبلاستي وده نتائجه كومبارابل جدا للسيرجيكال انترفينشن، بس يمتاز عن السيرجيكال ان هو ريفيرسيبل. يعني لو العيان قال لي انا عايز ارجع في كلامي مجرد بس تفك الخيط والاستومك بترجع لطبيعتها تاني. ده بيشتغل بالطريقه دي، ده طبعا الشركه المصنعه ليه، هو بيخش حاجه اسمها فول ثيكنس سوتشرنج، يعني بيخيط الاستومك كلها زي هو شغال اندوسكوبك مش من بره، هو شغال بالمنظار بالسوتشرنج تكنيك هتيجي دلوقتي حالا. هو طبعا انسيجن ليس، مفيش اي فتحات في الجسم خالص. ده السوتشرنج ديفايس وده المنظار بتاعنا، ده بيتركب على المنظار. وبيبدا طبعا من عند بيبريزيرف الانترم، ما ينفعش واحنا بنعمل سوتشرنج ان احنا نجيب الانترم لان ده المكان الاساسي اللي بيفرز فيه جاسترين هرمون، بياخد ده فول ثيكنس سوتشرنج، يعني مش بيخاط الميكوزا ده بيجيب لغايه السيروزا، بياخد ثلاثه لايرز كده وبعدين بيكشكشهم وبيقلل الحجم بتاع الاستوم. ده التكنيك ان بريف، هو نفس السليف زي ما قلنا بس بيتعمل بالمنظار. طيب اخر حاجه خالص نيوترنت دايفيرجن ثيرابيز، طريقه سخيفه لكنها ممتعه جدا وسهله جدا. البيك تيوب، العيان اللي حضراتكم عارفين طبعا العيان اللي هو ما بيبلعش او اللي عنده ستروك وعنده مشكله في البلع، يعني احنا بنركب له بيك تيوب.
او العيانين بتوع العنايه المركزه. البيك تيوب اساسها اصلا نيوتريشنال، احنا بنركبها عشان العيان يتغذى بينا، لكن العيان ده بنركبها له على العكس عشان اقلل النيوتريشن بتاعته. هو بياكل الوجبه بتاعته عادي خالص، وبعد ما ياكل بتلت النص ساعه بقوم جايب فيكم كده واقوم فضي من 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 50 ل 60% من كميه الاكل اللي هو اكله، وبالتالي هو استمتع بالاكل ويمزج نفسه زي ما بيقولوا، وفضيت له الحاجه دي عن طريق الفيكم ده. وهو طبعا من الحاجات الافكتيف الاسبيريشن ثيرابي، ومالوش اي سايد افكت تقريبا غير بس مشكله الاستوما اللي بتحصل مع البيج مع البيج تيوب. وهو التوليربل اب تو 1 يير، يعني ممكن العين يعيش بيه لغايه سنه كامله من غير مشاكل. تاني حاجه الدكتور ايمن كلمنا عن الباي باس، العينين اللي عندهم هيتس هرنيا ومش عارف اعمل له سليف، لا انا هعمل له باي باس. انا بقول له يا دكتور ايمن برضو انا هعمل الباي باس بتاعي برضو، نفس الباي باس بتاع الجراحه ده الاندو بارير. اندو بارير ليه اند بتتحط على على البايلوريك اوريفيس، وده كله اتحكم في طوله من 60 لغايه 120 سم بشيله من العيان تماما. العيان اتضايق منه برضه مجرد ان انا اشيله بالمنظار، وطبعا فيري افكتيف، لكنه 20% من العيانين ما استحملوهوش. احيانا بيعمل ديودينال السريشن وجاستريك السريشن غير المايجريشن اللي ممكن يحصل معاه. طيب دكتور ايمن قال برضه ممكن اعمل جاسترو ديودينال باي باس، استغنى عن الاستومك، العمليه الرهيبه اللي فسرها لنا، احنا بنقوله برضه بالبنزار نقدر نعمل جاسترو ديودينال باي باس. هنجيب برضه نفس الاندو بارير كده، لكن هنحطه بنثبته في الكارديا وبيكمل هو لوحده، يعني احنا بنثبته بس وهو بعد كده بالموتيليتي بتاع الاستومك بيكمل وبينزل لتحت لغايه الجوجنوم. اخر حاجه خالص اندوسكوبيك ديودينال ميكوزا ريسيرفسنج، الآلة دي بيتوصلها بالأرجون بلازما كواجوليشن وبيعمل ليفتنج للديودينال ميكوزا الأول، بيرفعها عشان ما يعملش انجر للسب ميكوزا وما يعملش انجر للمصل لاير، وبعدين بيعمل زي كوتري للديودينال ميكوزا، وده بيستخدم أكتر في علاج الدايبيتس، لقوا إنه فيري افكتيف في علاج الدايبيتس. الدكتور سامي أستاذنا الكبير ليه مقولة بصراحة أنا بنبهر بيها جدا لما بقعد معاه، يقول لك ان مش مهم وزنك على الميزان قد ايه، يعني احنا دايما بنهتم، انا كنت 150 كيلو بقيت 120 بقيت 85 بقيت 80، اهم حاجه انت فعلا بدات تقوم بوظائفك كويس ولا لا، اهم حاجه الفانكشن بتاعتك اتحسنت ولا لا. طبعا احنا اخر اكتوبر النهارده، كل سنه وانتم طيبين وربنا يعيده علينا بخير دايما ان شاء الله باذن الله، ومستنيكم ان شاء الله السنه الجايه 6 و7 نوفمبر في المؤتمر السنوي العاشر، وكل سنه وانتم طيبين.